طلع بنكمل الشرح. وصلنا قلنا أخذنا عمليات تشريخ، وقلنا عمليات تشريخ تنقسم إلى نوعيتين، عمليات التشريخ اليدوية، عمليات التشريخ الآلية. عمليات التشريخ اليدوية أخذنا من عدها شحذ أقلام الخراطة وعرفناها، وعرفنا شلون الملحقات مالتها. هسه ناخذ شنو الجزء الثاني من عمليات التشريخ اليدوي، اللي هي شحذ عمليات شحذ المثاقب الملتوية. شحذ المثاقب الملتوية يا ولد أنا هنا مبين لك إياها. اذكر بسؤال، طبعا هو سؤال اجى سنة من السنوات، اللي هو يقول اذكر الخطوات شحذ المثاقب الملتوية. الشيء اللي طبعا هي شنو يعني شرح عام مسوي لك إياه، يعني مسوي لك إياه مختصر بسيط. يتم شحذ المثاقب الملتوية بتشتيخ أسطح الخلوص خلف الحد القاطع الرئيسي، بحيث يشكلان زاوية مقدارها 118 درجة في حالة مثاقب الفولاذ، وينشأ خط اتصال سطحي السطحي الخلوص عند قمة الثقب يسمى الدليل، ويشكل زاوية مقدارها 55 درجة، ولهذا الزاوية أهمية كبرى في عملية الشحذ والثقب، ويجب استعمال السائل هنا بهاي الطريقة بوفرة. طبعا شرح مبسط ومختصر. اوكي، هنا تعليل بابو، هذا التعليل هنا فيما يخص هذا الموضوع، تعليل مهم، اللي هو يجب استعمال احجار تشليخ طريه عند شحذ المثاقب الملتويه. ليش بابا؟ وذلك للحفاظ على الحدود القاطعه للمثقب من الخدش ولمنع توهجها. واضح؟ هذا فيما يخص عمليات التشليخ اليدويه. مو قلنا عمليات التشليخ تنقسم كم نوع؟ انتبه علي بابا، ترى هذا فراغات واقسام. التشليخ عمليات التشليخ تنقسم نوعيتين، عمليات تشليخ يدويه وعمليات التشليخ الاليه. هسه اليدويه كملناها، ناخذ شنو عمليات التشليخ الآلية، اللي هي عمليات التشليخ الآلية. هسه عمليات التشليخ الآلية راح تنقسم عدة أقسام. أول قسم بعمليات التشليخ الآلية هي عمليات التشليخ السطحي. أوكي، إذا أول عملية بالتشليخ الآلي هو عمليات التشليخ السطحي. عمليات التشليخ السطحي يا ولد، عمليات التشليخ السطحي سويت لك إياها على شكل شلون التعريف، بس التعريف هو عبارة عن مقارنة. عندك تشليخين، هاي بالتشليخ السطحي تشليخين، اللي هو تشليخ محيطي وتشليخ الجبهي. أخاف يقول لك عرف، أخاف يقول لك مقارنة، أخاف يقول لك فراغات، كلهن موجودة بذني. التشليخ المحيطي تتم عملية التشليخ السطحي المحيطي عن طريق السطح الأفقي بواسطة محيط الحجر، بواسطة محيط الحجر، وتستعمل أحجار تشليخ قرصية. أوكي، بينما التشليخ الجبهي تتم على ماكينات التشليخ العمودية، يعني التشليخ المحيطي ماكينة الأفقية، وهنا شنو بالتشليخ الجبهي على الماكينة العمودية. هنا بالتشليخ المحيطي يتم بمحيط الحجر، هنا بجبهة الحجر يعني الوجه مالته. بالتشليخ المحيطي نستخدم أحجار تشليخ قرصية، بينما التشليخ الجبهي نستخدم لأحجار تشليخ فنجانية أو حلقية. شوفوا ابني سويت لك إياها على شكل فراغات أو على شكل مقارنة، وأيضا هي نفسها ترهم تعريف. أخاف يقول لك عرف التشليخ المحيطي، يقول